النشرة الاقتصادية، أهلا بكم. أطلقت دائرة الأراضي والمساحة خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة في محافظة العقبة. وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن التحول الإلكتروني في مديرية تسجيل أراضي العقبة جاء بناء على ما تم إنجازه في المحافظة، والذي تحقق بإشراف مباشر من جلالة الملك وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد، مشيرا إلى أن هذا التوجه جاء من أجل تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة. أطلقنا معاملات البيع بشكل إلكتروني بالعقبة، مديرية تسجيل العقبة. لما للعقبة من أهمية اقتصادية واستثمارية بالنسبة للأردن؟ أطلقناها سابقا في عمان، واليوم المرحلة الثانية في العقبة إن شاء الله، وراح يكون معاملات البيع إلكترونية بالكامل بالعقبة، وتتوالى الإطلاقات إطلاق الخدمات الإلكترونية إن شاء الله في العقبة وباقي مديريات تسجيل الأردن إن شاء الله. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صدور قرار مجلس التأمينات والمتضمن السماح للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بتسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي جرى تعليقها بشكل كلي أو جزئي خلال تطبيق أوامر الدفاع أثناء جائحة كورونا. وقالت المؤسسة إن بإمكان المؤمن عليهم أو ورثتهم المستحقين التقدم بطلب انتساب اختياري تكميلي وتسديد تلك الاشتراكات المستحقة والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الانتساب لاغيا. كما أكدت المؤسسة أن هذا القرار لن يشمل أي مؤمن عليه تمت تسوية حقوقه التأمينية باستحقاق أي من أنواع الرواتب التقاعدية أو قام بصرف تعويض الدفعة الواحدة. انطلقت في مدينة البتراء فعاليات مؤتمر قمة مستقبل الرياضات الإلكترونية الذي نظمه مختبر الألعاب الأردني بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني ووزارة الاقتصاد الرقمي وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. بمشاركة واسعة للشباب الأردني وضمن منافسة كبيرة، احتضنت القرية الثقافية في البتراء فعاليات مؤتمر قمة مستقبل الرياضات الإلكترونية الذي نظمها مختبر الألعاب الأردني بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني ووزارة الاقتصاد الرقمي. ويسعى الحدث للتوعية بأهمية الرياضات الإلكترونية وصناعتها والدور الذي باتت تشكله اقتصاديا. احنا الحدث اليوم اللي هو مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية عملناه عشان نوعي الشباب والمجتمع عن أهمية الرياضات الإلكترونية وإنها صارت كمهنة. فالشباب اللعيبة اللي بيلعبوا معنا اليوم هذول بالمستقبل راح يصيروا محترفين ويصيروا بمنتخب الأردني ويمثلوا الأردن بالرياضات الإلكترونية والبطولات اللي بتنعقد في العالم. المشاركون أكدوا على أهمية هذا الحدث في صناعة مستقبل واعد للرياضات الإلكترونية في المملكة. إحنا كتير رح نستفيد من هذا الموضوع، إنه يعني في رح يكون روح المنافسة ما بين الطلاب أكتر، يعني نصير نتعرف على الألعاب الإلكترونية أكتر، كيف ممكن مثلا نعملها، كيف نصنعها. هذه الأحداث أصلا هي حاليا في العالم كله هو التطور اللي قاعد، يعني هو الاتجاه اللي الكل قاعد بيتجه عليه. صارت الرياضات الإلكترونية الآن بقيمة أي رياضة عادية، صارت مثل كرة القدم مثل كرة السلة، صارت بتجيب جمهور من كل العالم وبتبني تطور. واشتملت الفعاليات على جلسات وورشة ومنافسات في الرياضات الإلكترونية لإبراز المواهب المحلية. يأتي هذا الحدث في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالرياضات الإلكترونية في ظل تقدم تكنولوجي وتقني مستمر. من البتراء، زياد طويسي، التلفزيون الأردني. وإلى عالم المال والأعمال، ومن بورصة عمان، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 10,500,000 دينار، أما عدد الأسهم المتداولة فقارب على 5,300,000 سهم نفذت من خلال 2043 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2440، أو ارتفعت بنسبة 28%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 72 شركة، أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 15 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها. وإلى المعدن الأصفر، حيث انخفضت أسعار الذهب عالميا لتصل إلى 2317 دولارا للأونصة، وفيما يلي أسعار الذهب بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي.
ونبدأ بعيار 24 حيث وصل عند 55 دينار، أما عيار 21 فوصل عند 47 دينار فاصلة 40، وأخيرا عيار 18 وصل عند 42 دينار فاصلة 30. ومن أسعار الذهب ننهي نشرتنا الاقتصادية، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى عادل لمتابعة ما تبقى من النشرة.